السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد وعلامة جديدة ومكان جديد وشرح جديد. ودائما كما تلاحظون في مقدمة الفيديو ثلاثة إشارات، الأولى الثانية ثم الثالثة مع هذا السيال أمام الكاميرا. على جهة اليسار يوجد سيال من هذا الاتجاه، واضح؟ يعني المكان به مغارات مفتوحة ومغارات لا زالت مغلقة. أول شيء نوع العلامة الأولى بها ضرب من هذا الاتجاه وضرب من هذا الاتجاه مع ميول من هذا الاتجاه. على هذه المسافة يوجد جرن عميق وله فتحة عريضة متساوي السطح، يعني السطح الأفقي متساوي. على جهته أو من جهته إلى اليسار يوجد هذا الجرن، جرن كما تلاحظون يعني دائري ثم ليس مستوي السطح، يعني به ضرب من هذا الاتجاه وتمييز من هذا الاتجاه. إخوان، العديد من الإخوان لا يفهمون ما معنى البصمة. البصمة تأتي مباشرة مع العلامة، مع العلامة مثل هذه البصمة، هذه بصمة. إن أتى شيء يعني ثقب في الأرض لا يوجد يعني على مسافة قريبة منه، مثل هذا الجرن، مثل هذا الجرن، يعني هذا الجرن أمامه البصمة مباشرة، هذه العلامة نعتبرها بصمة. إن أتت هذه العلامة أو شبيهة تكون طبيعية في غالب الأحيان، أتت على صخرة من دون علامات أو ليس لديها علامات قريبة منها، فاعلم بأنها طبيعية لا تدل على شيء ولا تغني ولا تفقر. كما قلت لكم الجرن يعني دائري وفيه ضرب من هذا الاتجاه، واضح إخواني؟ يعني يسوق من هذا الاتجاه أو يبدأ من هذا الاتجاه ثم يعود من هذا الاتجاه، واضح إخواني؟ من هذا الاتجاه يوجد سيال، سيال مباشرة يعطينا كما تلاحظون، مباشرة يعطي إلى باب المغارة، باب المغارة مفتوح، واضح؟ باب المغارة هو هذا، العلامات من هذه من أمام باب المغارة، يعني هذا الباب يوجد عليه علامات فوق السطح لا ترى لأن التراب يغطي المكان، دليل على هذا الباب. لكن هذه العلامات التي توجد أمام الباب فهي تابعة إلى مغارة أخرى في الأسفل، يعني هي تابعة إلى هذا. كما قلت لكم الباب هناك، علامات الباب تكون فوق سطح الباب، يعني تسقطك في الباب. هذه العلامات مع السيال، السيال هذا يقول لك بأن يوجد شيء هنا وتثبت هذه العلامات، واحد اثنان ثلاثة، الثالث من هذا المساق، واحد، واضح إخواني؟ يعني بالنسبة إلى هذه الصخرة توجد مغارة هنا، توجد مغارة هنا، ربما تأخذ هذا الاتجاه وربما تأخذ هذا الاتجاه، واضح إخواني؟ من هذا من يعني من ناحية كما قلت لكم المغارة الأولى، تثبيت المغارة الثانية هنا مع هذا الاتجاه مباشرة. توجد هذه الصخرة، هذه الصخرة، توجد هذه الصخرة. نعود إلى بداية الأمور، كما قلت لكم مغارة من الفوق مفتوحة، مغارة هنا لا زالت مغلقة مع صخرة سوف نشرحها في هذا الفيديو. نعود إلى هذه العلامة، نتجه من هذا الاتجاه، نتجه من هذا الاتجاه، من هذا الاتجاه مباشرة أمام كوباية الشاي توجد أو يوجد مربط. المربط بهذا الاتجاه يعطينا من هذا الاتجاه مباشرة إلى تلك الكومة من القش، ومن هذا الاتجاه يعطينا السياق إلى تلك الصخرة، واضح إخواني؟ مع العلم أن مركزنا يعني المغارة الأولى المفتوحة والغير مفتوحة. نتبع هذا الاتجاه، هذا الاتجاه، هذا الاتجاه، نتبع هذا الاتجاه مباشرة كما قلت لكم تحت قومة القش،
أو العود. في هذا المكان فوهة تابعة إلى هذه المغارة على سطحها، يعني فوق الأرض لن ترى شيء، مع العلم أنها الفوهة الأولى، هذه فوهة، وهذه إخواني ولكي تعرفون بأنها فوهة سوف نقوم بالدخول. يعني المكان مظلم كما تلاحظون، ويجب علي الإنارة. كما قلت لكم تلك هي فوهة، سياقها من هذا الاتجاه من باب المغارة، هذه فوهة، واضح إخواني؟ على مسافة قريبة منها توجد فوهة أخرى، هذه أيضا فوهة لمغارة أخرى ملتصقة على ظهر هذه المغارة. هنا ينتهي حائط هذه المغارة الذي بابها هو هناك، حائطها هنا، ثم يبدأ حائط هذه الغرفة أو المغارة وينتهي في هذا المكان، واضح إخواني؟ مع وجود اتجاه من ذلك الثقب. نعود إلى المربط، يعني توضيحات المربط وكيف نشتغل على المرابط. نعود إلى المربط، كما قلت لكم هذا الاتجاه ميزناه نحو تلك الصخرة، مع وجود مغارة من هذا الاتجاه مركز بابها هناك، ربما تأخذ السياق إلى هذا الاتجاه ثم تمركز تلك الفوهة، المربط يمركز تلك الفوهة هناك. نعود من هذا الاتجاه، يعني هذا الاتجاه، نذهب من هذه المسافة، من هذا الاتجاه عفوا، مباشرة، يعني مباشرة في نفس الخط توجد أو يوجد مدخل من هذا المكان، هذا مدخل، وهذا إخواني يعني مغارة، مغارة بابها قريب، بابها ربما سوف يكون هنا في هذا المكان، يعني آخر المغارة هنا في هذا المكان، في هذا المكان، هنا في هذا المكان. إن رأيتم هذا المكان، يعني أتى بين المغارة التي أتت من جهة اليمين والمغارة التي أتت من جهة اليسار، وتثبت فوهتها هي هذه الصخرة، يعني هذا مكان سري، هذا مكان سري به دفين، به دفين. وهذه علامته السطحية، لماذا؟ لكي يبدأ الأشخاص بالحفر من هنا، يعني بدأوا بالحفر من هنا، ماذا وجدوا؟ حجارة صلبة، أو كما نقول طين حكمة صلب، يمنعهم من المرور بأدوات بسيطة مثل الفأس وإلى آخره، فلهذا سوف يعودون بمعدات يعني كهربائية صالحة لثقب الأرض. وكما قلت لكم نعود إلى المربط، نعود إلى المربط، نعود إلى المربط وإلى الفوهة السفلية، الفوهة السفلية تأخذنا من هذا السياق، يعني سببنا الماء من هذا الاتجاه يأخذنا مباشرة إلى هذا المكان، إلى هذا المكان. هذا المكان هو فوهة هنا، سوف ترونها، يعني نحن لا نتكلم عن فراغ. هنا يعني أنا لا أتكلم من فراغ إخواني الباحثين، وهذه الكلمة مدة بيني وبينها لم أقولها في فيديوهات. نرجع إلى صلب الموضوع، كما قلنا الفوهة تثبيتها هو هذا المربط، المربط إن رسمنا الوتر
على سطح المربط من هذا الاتجاه مباشرة إلى هذه النقطة سوف نعطي الوتر، وتر المثلث. سوف نذهب بهذا الخط مباشرة لكي نشكل صورة المثلث، رأسها هو الفوهة. هنا رأس المثلث، هذا ضلع أخذنا إلى هذه الصخرة، ثم نعود، هذا ضلع آخر أخذنا إلى المربط. المربط والعلامات يشكلون الوتر، ونقوم بالعمل العكسي، يعني الوتر يبقى نفس الوتر ثم الرأس يذهب، يعني مثلث عكسي يذهب باتجاه باب المغارة والآخر يأتي إلى هذا المكان. وكما تلاحظون يعني شرح ميداني، وهنا تكون المغارة، مغارة لا زالت مقفلة أو مسدودة في هذا المكان. ثم ذلك يعني علامة جميلة جدا ومكان مميز، هذه الصخرة كما تلاحظون صخرة واقفة مثل الشاهد، دليل على شيء، وهي معاكسة للألوان، لونها ليس مثل هذا اللون. وتشكيلة الصخرة يعني كما تنظر إلى السماء، انظروا إليها وهي محاذاة كما قلت لكم مع باب أو جدار باب المغارة المقفلة أو المسدودة. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، وإلى فيديو سابق إن شاء الله قادم إن شاء الله، دمتم في رعاية الله. أما عن هذا المكان فهو يعني لدي فيه فيديوهات كثيرة، منها يعني التي قمت بشرحها وهي لا زالت غير مفتوحة، وثم أصدرت فيديوهات لها وهي مفتوحة. سوف أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، إلى اللقاء إن شاء الله.